ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. عشان كده معنى قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون معنى إلا ليوحدون، يعني يعبد الله وحده لا شريك له، ولذلك قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولا يشركوا به، قال العلماء الشرك من الخلط والضم والنصيب. تلقى ناس في السوق اشاركوا مع بعض، وأي زول جاب راس مال وأي زول خدت جزء من راس المال، وبعد ذاك أي واحد في نهاية الموسم عنده نصيب وعنده جزء وعنده ربح. هذه هي الشركة. والشرك هو أن تجعل لله سبحانه وتعالى أو أن تتخذ مع الله سبحانه وتعالى معبودا تصرف له العبادة. وما شرط يا أخوان الإنسان عشان يتخذ له شريك مع الله إنه يقول صليت العصر لفلان ابن علان 4 ركعات. لا، صح الصلاة عبادة والصوم عبادة والحج عبادة والزكاة عبادة، لكن هناك عبادات أخرى إذا صرف الإنسان لمخلوق فإنه يكون مشركا بالله. زول دعا الله ليل ونهار عبادة، بعد ما دعا الله بقى يدعو في مخلوق، ولو كان هذا المخلوق ملكا مقربا أو رسولا مكرما. لأنه هنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الله، عشان كده ربنا سمى الشرك ظلم عظيم. ليه؟ لأن الظلم هو أن يعطى الحق لغير أهله، ده الظلم. فالعبادة حقت منه؟ الناس لو فهمت الموضوع ده في مشاكل كثيرة بتتحل. العبادة حقت منه؟ حقت الله. إذا أديت حق الله لمخلوق تكون وقعت في الشرك ولا ما وقعت؟ وقعت. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم وتوحيدهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الآية دي لما نزلت شقت على الصحابة، لأنهم فيهم منا الزول لو وقع حتى في معصية صغيرة فإنه لا أمن له ولا هداية له. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ من ما ظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس إلى الذي تذهبون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. طيب لو في زول قال نعبد الله ليه ذاته؟ ربنا جاوب له الذي خلقكم، لأنه ربنا خلقنا، والذين من قبلكم، القبالنا ربنا خلقهم، لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا ممهودة ومبسوطة وفيها المعايش بتاعتكم وميسر لكم فيها السبل، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. يقول لك فلان وفلان ديل أنداد، معناه متساوين. ربنا قال ما تجعلوا لي مساوين، لأنه ما في ربنا مساوي له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ ربنا لا يساميه أحد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. عشان كده ابن كثير رحمه الله الإمام المعروف قال الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعباد. ربنا الخالق وربنا الرازق وربنا المحيي والمميت، دي أخواننا عقيدة مش متفقين عليها المسلمين، حتى الكفار كانوا بيعتقدوها. في كثير من المسلمين تقول له معنى لا إله إلا الله شنو؟ يقول لك معناه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. صح ده من جزء من معناه، لكن ده ما المعنى الحقيقي. ليه؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة
يعني نعبد الله براه وما نعبد اللات ولا العزة ولا منات ولا الجماعة ذيل. نعبد الله براه. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. شكد هذا أعظم حق يا أخوان. أسي الليلة الناس إذا بنزين زاد ولا سكر غلى ولا غيره يقول لك دارين حقنا وتلقاهم زعلانين. طيب ده حق الله. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولا بد تجيب الحق ده. وإذا لم تأتي بهذا الحق فلا عبادة لك. إن زول يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك به شيئا. والناس اللي بيعبدوا الله كثير لكن ربنا قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والإنسان قد يقع بالشرك كأن ينادي غير الله. وللأسف الشديد الكلام ده موجود في السودان وفي العالم الإسلامي كله. وده السبب بتعزلنا. الأعداء سلطوا علينا والغلا والمصائب بسبب شنو؟ بسبب المسائل الشركية دي. دعاء لغير الله. أدعوك بالأربعة والخلف الأربعة والصور المية العشرة في أربعة. عداك مشي لقدام. أدعوك بزينب هي عمدتي ومين السادة فلانة وفلانة. وربنا قال لك وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. بل ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تدعو من دون الله. الرسل دون الله، الملائكة دون الله، الأولياء دون الله. ما نبذناهم بس قلنا دون الله. ولا هم الله؟ هل الأولياء الله؟ ما الله. ربنا قال فلا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي من المشركين. فزول تلقاه بينده ميت غائب يدعوه لكشف ضر أو لجلب خير وهو لا يملك له شيئا. شكد ربنا سبحانه وتعالى تحدان في سورة الأعراف. ربنا قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. يعني بيمرض زيك وبيشقى زيك ومحتاج زيك وضعيف زيك وبتجيه الملاريا. تلقى ناس بينادوا لهم. واحد جابوه في التلفزيون بتاع مصر المؤمن عملوا معاه لقاء. قالوا له أكثر موقف حيرك شنو؟ قال مرة أنا راكب العربية وجماعة العربية وحلت. قال السواق قام نادى جماعة يدفروها. فهم بينادوها قاموا نادوه ذاته الفكي ذاته بتاع مصر المؤمن هذا. نادوا قالوا يا شيخ فلان تعيننا عشان نلز العربية. قال وأنا قاعد جوا. تخيل. عشان كده ربنا قال عباد شنو؟ أمثالكم. بعد ذاك جاب أسلوب التحدي فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ما بيقدر لأنه عبدي ضعيف فقير إلى الله سبحانه وتعالى. ويوم القيامة يتبرأ من هذا الذي دعاه. عشان كده أخواننا الشرك مصائب كبيرة في الدنيا والآخر. في الدنيا ما بيقدر يعمل لك حاجة. ضعيف مسكين. واحد قال إن ناب خطب في البلاد نزيله قل يا ولي الله إسماعيل. ده في الأبيطين الناس بيعرفوه. الخريف الفات ده قبة وقعت. لو كان بيغني عن نفسه شيئا لأغنى عن هذه عن الأمطار ألا ترمي هذا الضريح. لكن يا أخواننا الشرك بيخلي عقل الإنسان صغير وضعيف وما فاهم حاجة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى قال لك ما تناديوا. طيب الزول الناداو. ربنا قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب يعني من العذاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. ربنا قال الزول البنادي غير الله لما الملائكة تجي تقبض روحه بيحصل له شنو؟ قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله. وين يا لحق بعيد ويا سابغ يا ويا رجال العلفون الأسرع من التلفون ويا يا راجل التاية. وين الكلام؟ أينما كنتم تدعون من دون الله. ربنا قال قالوا ضلوا عنه وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أخت. ديل البناد غير الله ذاته. في الدنيا هنا يقول لك ابقى منهم وليهم وخلي الحمال عليهم خش معهم والطريقة أمسك فيها الطريقة ما تخليها. لكن يوم القيامة بيورطوه. ولذلك يا أخواننا ده من مظاهر الشرك. من مظاهر الشرك أن يطلب الإنسان الولد من شيخ ولا من فكي. يا أخ نبي كريم ما أدمرت ولد نبي صالح ولا ما صالح في قمة الصلاح. ربنا سبحانه وتعالى قال وزكريا إذ نادى ربه
قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. زول يطلب من مخلوق الولد إنه يديه الجنة وده إنسان ضعيف زيك، وربنا قال الجنة عند الله. يا أخي أبو جهل ما كان بيعتقد العقائد. ربنا سبحانه وتعالى قال ولئن سألتهم من خلقهم، ناس أبو جهل، ربنا قال له لو سألت أبو جهل الخلق منه، ربنا قال ليقولن الله. تخيل، وبعد ده كافر. ربنا سبحانه وتعالى قال قل من خلق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. طيب مشكلتهم كانوا شنو؟ كانوا بيقولوا نحن وسخانين وعندنا ذنوب ومعاصي وبلاوي والبين وبين الله خربانة، والله عنده أولياء والأولياء دي الصالحين، والصالحين قريبين، نحن دارين انهم يقربونا لله. ربنا قال ده الشرك. ربنا قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ربنا قال ذلك الضابين، أنا ما بحتاج واسطة، وهم بفعلهم ده كفروا مرقوا بر الدين. ليه؟ لأنه ربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أهل الدنيا هم اللي بيحتاجوا الواسطات، أما ربنا سبحانه وتعالى هو السميع القريب المجيب. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فزول يمشي لزول مخلوق ميت يقول له وديني ولد، وبعد ذلك بتحصل بلاوي تاني يقول له خلي المرأة هنا. ها زي ما بقت المشكلة، بقت زي ما بقولوا ريحتها طاقة، جرائد تجيب وبلاوي ومصائب، ده يقول لي خليها هنا. وهكذا بخرتين، واحدة فينا بيجاي واحدة فينا بيجاي، ويخلي المرأة عنده، مرأة شابة ومريحة ومجيها، والفكي قاعد يأكل دخن ويضرب طحنية، يقول لي اديها جنة. اديها كيف يعني؟ معناها شنو النتيجة؟ شنو يعني بديها كيف؟ فده يا أخواننا ده باطل، ودي خيابة ذاته. انت زور راجل، ربنا سبحانه وتعالى بقاك راجل، فهمت؟ تسأل الله سبحانه وتعالى، ولو عندك مشكلة تمشي دكتور وتجي راجع، لكن تخلي المرأة عند الفكي، ده كلام غريب ذاته. فما عنده حاجة، هو ما يقدر يجيب ولا ضبانة. ربنا قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. الإمام القرطبي قال ربنا ما تحداهم بناقة ولا تحداهم بفيل ولا تحداهم يعملوا لهم جبل، وإنما تحداهم بمخلوق ضعيف حقير مهين كثير. ضبان ده كثير وضعيف، ولو كتلته ما في زول بيقول لك يا زول انا داير الدية حقه الضبانة دي ما في، عرفتها؟ فده ربنا قال ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، ما بيخلقوا ولا ضبانايا واحده. العلماء قالوا ذباب مفرد، ولو اجتمعوا له كلهم اللي بيقولوا اولياء وفقراء ذل كلهم لو جو ضبانة واحده ما يخلقوا. ربنا قال مش الضبانة، الضبانة كثير عليهم. ربنا قال الضبانة لو شالت منه أكل لو شالته ما بيقدروا يرجعوا من بطن الضبانة. قال وإن يسلبهم، شوف سبحان الله تعبير القرآن ده كيف. الضبانة ما بتجي تقول لها أبويا الشيخ، زي كثير من أبشنبات رجال كبار عراط يخوفوا الدنيا، لما يجي لفكي تلقاه يجدع نعلاته ويحبليه ويخاف منه ويلاوز منه. الضبانة ما بتلاوز، وكمان ما بتأكل أكل الفقراء المساكين البرة البغشون بالعصيدة، بتاكل من السمينة ذاته، تجي ناطة في أكل الشيخ ذاته، وبتقلع قلع. يسلبهم يعني تقلع من غير إذن. قال وإن يسلبهم الذباب شيئا حقيرا لا يستنقذوه، ما بيقدروا يرجعوه. ربنا قال ضعف الطالب والمطلوب، عشان كده الإنسان أموره كلها يوجهها لله سبحانه وتعالى. من مظاهر الشرك تعليق التمائم والحجبات، والكلام ده أخوان نحن ما بنقوله يعني من باب المزاج أو لأنه نحن دايرين بس نجي نتكلم ساكت، وإنما ده دين يا أخوان، ودي أعظم قضية في الدين. إذا صحت للإنسان ربنا بيقبل أعمال، وإذا فسدت للإنسان ربنا ما بيقبل منه عمل. ربنا سبحانه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وجاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه
في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه 10 أنفار دارين يخشوا الإسلام، قال فبايع 9 وأمسك عن 1، في 1 ما بايعه. الصحابة قاموا سألوا قالوا يا رسول الله بايعت 9 وأمسكت عن هذا ليه؟ قال إن عليه تميمة، تميمة يعني حجاب. قال فأدخل الرجل يده فقطعها فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال من تعلق تميمة فقد أشرك، لأنه بيعتقد إنه الحجاب ده بينفع ويضر. عشان كده داك واحد في 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 القصيدة في الإزاعة قال يا بقبة اللبنية أكتب لي حجاب من راسي لي كرعية. واحد قال له ده حجاب ولا برول، أكتب لك حجاب من فوق لتحت، وده كله هوس، حجاب ما يغني عنك شيء. ربنا قال قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. فالإنسان يا أخواننا يفوض أموره لله، وعقيدتك دي ما تلعب بها، لأنه دي إذا صلحت ربنا لو عندك ذنوب بيغفر لك، ولو عندك كبائر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أنس قال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا قدر الواطد خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فإذا حقق الإنسان حق الله على العباد حقق له الله سبحانه وتعالى، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. العلماء قالوا لا يعذب إما ابتداء يعني من البداية خش الجنة طوالي، ده إذا بعد التوحيد جاب الفرائض وابتعد عن المحرمات فده يدخل الجنة ولا يعذب. لا وزول جاب التوحيد لكن عنده معاصي وعنده كبائر وكذا، فإن لم يتب منها فإنه سيعذب ولكنه لا يخلد في جهنم. أما الإنسان لو جاب بالشرك وجمعه بالحج، حج 40 سنة وعمل عمرة وأطعم المساكين وحفظ القرآن وأكل الناس الكسرة وعمل أعمال صالحة كبيرة وصلى بالليل والناس نايمين، وبعد ده كله جاء مشرك ما عنده أي عمل. ربنا قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا، نسأل الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا إنه ولي ذلك القادر عليه.